بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. فيديو اليوم عن ثمار شجرة السدر. تشابه ثمار السدر ثمار التفاح وتكون قد اكتمل أزهارها عندما يكون لونها اللون الأخضر، وعندما يصبح لونها بني يصبح مذاقها يشبه طعم التمر، كما ويمكن تناولها مجففة ونية أو مطبوخة. ويذكر أن حجم ثمار السدر يتراوح بين حجم الإبهام وحجم كرة الجولف، وشكلها مستدير أو بيضاوي أو مفتح. نترككم أعزائي المشاهدين مع هذا الفيديو للنهاية. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل وترك تعليق أسفل الفيديو والإعجاب بالفيديو. كما أن ثمار السدر لها عدة أسماء، منها الشموم أو الطموم، وهذا ما يذكر عليه في أسواق غزة حاليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.